أكثر المنازلات الكروية، مباراة بمواصفات عالمية هي التي ستجمع بعد العادات الملكي ريال مدريد بإف سي هوليود بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مباراة الذهاب حسمها ريال مدريد، ساحب اللقب في النسختين الأخيرتين بهدفين لهدف في قلب البافاريا. في ميزان الليلة الجميلة 17 لقب في الميدان، 12 للمرينجي وخمسة للبافاري، دلالة واضحة على عملاقة الفريق. أومانز يمشي الكولومبي يوسع ود ماتيو كوفازيتش، شوف الكرة يا سلام، دافيد ألابا، هذا هو ألابا ويمين، كرة ألمانية غدارة من ريوسا، كرة جول، كرة جول، جول الألمان، الألمان يعذبون الإسبان، لا مستحيل مع الألمان. البافاري الناري يضرب في قلب مدريد في أصعب المواعيد، هذا هو بايرن ميونخ. توني كروس في التوزيع الألمانية، كرة ممتازة، كريم والتصدي من توماس مو في حواره مع كيميتش، يوسع، جول، جول، سلطان اللعبة الأوروبية كريم بنزيما، والفرقة الملكية عالمية ونارية بقيادة قبل فران، وما زال قادر يوزع، وراموس ببرود الدم على بيوزع، وكورة وماتيو كوفازيت عظيمة، وكريم بنزيما تعود الكورة، وسفان الريخ ميد لتوليسو، كورة ممتازة، ليفاندوفسكي يطالب بضربة جزاء، وسونيات شاكير التركي يقول له لا، ممتاز التدرج بالكرة، يوسع، وريبيري، ريبيري رايح على الكرة، وهذه كرة، وين الجول؟ ذاعت، ذاعت، يرجع فرانك ريبيري، خاميس رودريغيز، وين كان هذا اللعب مخبي يا بايرن في مباراة الذهاب في الأليانز، والخطورة عند كيميتش، كيميتش، جول، لا ركنية، ركنة توماس مولر، الموج الجارف البافاري وماتس أومانز، والحارس كان رونالدو لكن لا يمر، لا يمر ويسترجع الكرة، التسويب باليسار خارج لرونالدو، رونالدو، مارتشينو، جول، لا، كرة الجمال مودريتش، وين الكرة؟ ريبيري راو، ريبيري، وكرة، هيا، كرة جول، لا، 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 مش معقول، غير بنزيما، رونالدو، تورنادو، والتصدي من سفان الريخ، المطرقة العالمية، كرة في القائم الثاني، راموس، راموس ما زلت نحكي عليه، المطرقة العالمية، جوزيو يوزع، وراموس في التصدي، سيرج بالمسترة يعدي يا سلام لتوماس مولر، هذه كرة لتوماس مولر، توليسو، توليسو رائعة، رائعة من كورونتان توليسو، أراد كيميش على اليمين آخر وضع يوزع، والمطالبة بضربة جزاء، والتركي يقول لا، وألف لا، ركنية بابا، خميس رودريغيز يوزع، وماتس أومانز بالرأس خارج الميدان، دقيقة العادية عشر، كرة جول، كرة جول، شنو هذا؟ شنو هذا؟ افوا قاتلة، الاسبان يقتلون الالمان في هذا الزمان، شيء غريب يا عمري، شيء غريب يا عمري، هات الصورة،
ألمانية لفرانك ريبيري. ريبيري توماس مولر وذلك دافيد ألابا. ألابا يراوغ النمساوي التسويب رائعة رائعة من دافيد ألابا وأروع أروع من كايلور نافاس باليمين التسويب طويلة الكرة في ظهر الدفاع أو كريم قبل إلريتش في قمة النار هذه كرة ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي ماذا يقول جنيد شاقر ماذا يقول جنيد شاقر يدخل أملاه بامتياز فاسكيز يراوغ مودريتش يصاب بجانب كريم تسويبة كرواتية متابعة فرنسية أسنسيو 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 يوزع ورونالدو الغدار روس الخطر الأبيض قادم يوزع غريبة من رونالدو مش معقول غير مقبول شنو هذا فرنسي نمساوي وهذه كرة رائعة والركنية باستماتة كرواتية ولا في البال كل الجنون كل الفنون وبالرأس فا بالرأس توماس مولر مولر دي ريبيري عدي يوزع والركنية للبايرن ماتزومانز كرة ريبيري تصوير يوزع بنزيما لازم يعود للوراء من جديد التدخل هذه المرة من سولي يوزع وخماس جول 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 فعل الكولومبي فعل المتعدي الألمان 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 يعودون يعودون يخسر الكرة ترجع للريبيري ريبيري ألابا ألابا لوكاس فاسكا أجواء ملعب سانتياغو يا مارتشيلو أسانسيو أسانسيو المفروض في هذا بقى وتعدي أملاء الكرة والحكم يعطي ضربة مرمى ريال مدريد مر خماس خماس لتوماس مولر أكد استحقاق الوجود في ريال مدريد كرة بالرأس يوسع على باب الرأس التسويب كرة اي 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 كرة الدور النهائي كرة الدور النهائي لكاك ريبيري ريبيري لم يعش الريال في سانتياغو بايل يحاول المرور يوزع وضاعت الكرة لأسانسيو الكرة كيميش كمودريتش رونالدو يهرب رونالدو هرب رونالدو وتصدي رائع من سانتياغو لي يوزع ركنية برأسية شوف ارتقال ليفاندوفسكي توماس مولر